بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أتحدث إليكم عن واحدة من القلاع التدريبية التعليمية العريقة في السودان. هذه القلعة تميزت عن كثير من مثيلاتها لا في المنطقة العربية والإفريقية بل حول العالم. الكلية الحربية السودانية أستضيف واحد من خريجيها والذي أصبح قائدا في جيش بلاده وفيما بعد تحول إلى رجل أعمال ويعيش أسرته في كندا، الأستاذ الفاضل ورجل أعمال المعروف محمد طاهر. وصف الكلية الحربية السودانية بعرين الرجال ومصنع الأبطال، مما قاله السيد محمد طاهر أن الكلية الحربية السودانية لا مثيل لها على الإطلاق في الوطن العربي الجوار الإفريقي ولا حتى في العالم، إنها كلية وقلعة تدريبية تميزت ببرامج تدريبية برامج إدارية لا مثيل لها على الإطلاق. أدعوكم إلى مشاهدة هذا اللقاء مع القائد محمد طاهر. تفضل. أنا محمد طاهر حسن من الصومال، تخريج كلية حربية سودانية عرين سيدنا عرين مصنع الرجال وعرين الأبطال. هذا الكلية يعني أنا 100% علمت العسكرية من هذا الكلية. بعد ما تخرجت كلية حربية سودانية مشيت رجعت الصومال، بعدين أعطونا تدريب خاصة لقوات خاصة الصومالية. بعد سنة 9 أشهر رسلوني ودونا لمصر، خرجت مدرسة سائقة فرقة 144 ومدرسة مظلات الفرقة 222 الوحوش وحوش وحوش وسوق وسوق. بعد كده رجعت الصومال، أخذت دورات كثيرة. بعد كده مشيت أمريكا، أخذت IOBC Military Officers Basic Course. Then I took Lackland Air Force Base. Then I graduated from there. Then I graduated from Fort Benning, Georgia. I graduated from Airborne, which is Mudallat in Arabic. Then I graduated in commando, which is a Rangers. The only Somali who successfully graduate from this school. الوحيد الصومالي تخرج هذا المدرسة رانجرز. إحنا كثار كنا كم 40 رسلونا، بس أنا كنت الوحيد، الله واحد، كنت الوحيد تخرج هذا المدرسة الأمريكية. في مصر برضو صاعقة ومظلات. بعدين رجعت الصومال، مشيت السعودية في تبوك، وبعدين خرجت صاعقة والمظلات في دورات مختلفة في تبوك. رجعت الصومال در تدريب، بعدين أصبحت قائد القوات الخاصة الصومال، قائد قوات المظلات والصاعقة في الصومال. بعد كده أنا مشيت أمريكا للدورة المتقدمة Advanced Courses. And I took so many courses. Even I graduate or I تخرجت مدرسة اسمها Halo School, High Altitude Low Opening. الواحد يقفز من ارتفاع عالي ويفتح المظلة ارتفاع يعني منخفض. Halo School, High Altitude Low Opening. You open the parachute in a free fall. You fall for that. أنا أقول كلام ده بس في حاجة أنا أبغى أقول وعايز أقول وداير أقول هذا إيه. المسيحيين بيقولوا عايز إيه يا محمد، السودانيين بيقولوا داير شنو يا محمد، السعوديين والخليجيين بيقولوا تبغى إيش، وش تبغى يا محمد؟ يعني الصوماليين إحنا ما عارفين عربي كويس، بس مشيت دول مختلفة
يعني فرصة كان فرصة لي أتعلم العربي، لهجات مختلفة، تقاليد شوية كذا مختلفة، العرب كلهم مع بعض سوا، لكن كل بلد له فيه شيء. أنا داير أقول وعايز أقول وأبغى أقول ما فيش مدرسة من الصومال من السعودية أو برضو العراق أخذت الدورة قصيرة كذا مختصرة ثعلب الصحراء فوكس في الديزرت في العراق. We did also نجم صادق المناورات العسكرية مع أمريكا الصومال السودان عمان مصر اسمها نجم الساده the bright star exercise military. I was the commander in the Somali and all this making coordination all of these troops jumped together in قرني إفريقيا قرني في الصومال مدينة اسمها علولة الأقصى منتصف في القارة الإفريقية كلها. أنا عايز أقول أبقى أقول داير أقول ما فيش حاجة أنا ما تعلمت في كلية حربية سودانية في وادي سيدنا مصنع الرجال وعرين الأبطال. أنا يعني علمت من بلد تاني كل الدورات أي حاجة أنا شفتها في السودان في كلية حربية. هذا الكلية يعني من ناحية فيزيكال ترينينج، من ناحية توبوغرافيا، من ناحية تكتيك، من ناحية الأسلحة، من ناحية الوعي الضابط. الضابط لازم يحكم العالم كله. ضابط في الجيش علموني يعني القائد الرسمي في العالم هو الضابط الذي خرج كلية حربية. مهما كانت الكلية في العالم كليات الحربية بالذات كلية حربية سودانية، بصراحة هذه الكلية عملتني بعد الله الرجل. أنا اليوم عشت في كندا وفتحت تلفزيونات وإذاعات، ما فيش واحد من كل الجاليات استغربوا استعجبوا كيف أنا فتحت تلفزيون في كندا وليس شغال تلفزيون. أنا يعني بدأتها قبل 25 سنة لسه مشتغل. كل الأفارقة يجوا هذا التلفزيون عشان يستفيد منها، والإذاعة سواء من أي من غربي من شرق من إفريقيا، إذا واحد يخش السياسة يجوني محمد أنا أبغى أكون من عضو من برلمان كندي. كيف يعني هذا صحافة الإعلام يعني ساعدناهم. وفي ألبرتا برضو فتحنا تلفزيون جديد ثاني. فالحمد لله بمختصر الكلام كلية حربية سودانية مصنع الرجال وعرين الأبطال، هذا الكلية ما فيش زيها في العالم، ما فيش حاجة أنا ما علمت هذا الكلية وشفته في العالم، كل شيء شفتها من هنا. طيب سعادتك كان تذكر من دفعتك، وهل من دفعتك أول قبلها والبعدها كان في ناس معروفين ومشهورين الآن؟ Of course يعني الكلية يعني كل الضباط كل الرؤساء السودان تخرجوا من الكلية. لما نحن كنا هنا كنا قطريين إماراتيين بحرينيين من تنزانيا من أوغندا من فلسطين من اليمن من الصومال، كنا يعني مع بعض بهذه الكلية، كلية يعني إفريقيا والعرب كلهم تخرج هذه الكلية. والناس اللي يعني معروفين الورانا زي الرئيس الحالي رئيس عبد الفتاح برهان في السودان، يعني طبعا بشير كانت قدامنا بكثير من سنوات كثيرة، لكن رئيس الحالي في السودان عبد الفتاح برهان هو كان دفعات الورانا كان دفع وراك ورانا أيوة. فالحمد لله وفي ضباط كثيرين قائد الجيش يعني قادة كثيرة في الجيش وفي الاستخبارات وفي كلهم خرجوا كلية حربية سودانية. نعم. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا أبو أحمد، بارك الله فيك، ربنا يسدد خطاك ويوفقك إن شاء الله. أنا شاكر ومقدر لهذا اللقاء. شكرا شكرا.